طبعا لكل سيده حابه ان هي تغير اللوك بتاع بيتها، خاصه يعني لو بنتكلم على غرفه النوم، بنقدم مجموعه مميزه من اطقم الاسره من الماركه الاماراتيه بالاس نايت. طبعا بيشرفنا في سيجرز على الهواء كل مره لازم تكون موجوده معانا سماح سويد خبيره الديكور، وبتفيدنا بكتير من التبس النصائح اللي كل سيده حابه ان شاء الله هي تجمل بيها بيتها او غرفه نومها. كيفك رانيا؟ كيفك رانيا؟ الحمد لله كتير لابقه مع تيابك لابقين مع الست بجد. طب خلاص انا مبسوطه ان احنا النهارده بنقدم مجموعه مميزه زي ما قلت لكم، ان احنا في سيتشرز تي في دايما بنقدم ماركه بالاس نايت اللي بتفيد كل الاشخاص اللي بيشتروها. بالاس نايت مميزه بتفاصيلها الفريده من نوعها، كمان تصميماتها الرائعه، مش بس كده كمان ان هي بتقدم باسعار تنافسيه. على مدار سنين متعدده قدمنا بالاس نايت في سيتشرز على الهواء وكمان في سيتشرز تي في، وشفنا كتير من الاطقم المفيده جدا لكل سيده بتصميمات جميله بالوان حلوه، الوان دايما على الموضه عصريه بتجمل غرفه نوم كل سيده، حتى كمان غرفه الضيوف، وباسعار تنافسيه جدا جدا، يعني سهل في متناول ايدين اي شخص ان هو يحصل على مجموعه بالاس نايت، خاصه ان احنا بنقدم مجموعات مكونه من 11 قطعه احيانا 8 قطعه، يعني بتكون فعلا مجموعة متكاملة بتجمل منظر السرير، وبالتالي بتحصلي على ميزة ان انت جودة حلوة وسعر تنافسي. اذا المجموعة اللي احنا بنقدمها النهاردة من بالاس نايت هي مكونة من 8 قطع بنشوفها على الشاشة، بتتكون من تنورة السرير، كمان الكمفورتر، 2 من غطاء الوسادة اللي هي اللون السادة، وكمان 2 من غطاء الوسادة اللي هي بتصميم الجاكارد، كمان في 2 من الكاشنز، يعني 8 قطع مفيش أحلى من كده، والسعر رائع. يعني قد إيه إحنا نشتري 8 قطع من بالاس نايت ب 401 ريال سعودي؟ مع الكواليتي وبنفس الوقت إنه موديل عصري ونفس الوقت إنه تحسي لا يعني لكشيريوس. مظبوط، واحنا النهارده بنقدمها ضمن فرصه الاسبوع، عليها تخفيض 20%، ورقم المنتج هو 601009، بنقدمهم بثلاث تصاميم مفيش احلى منهم بصراحه. اول حاجه تصميم فلورنس الرائع اللي هو للاشخاص اللي بيحبوا اللون البيج الجمال والشكل الملكي الحلو، وكمان برضو تصميم اتينا اللي هو اللون المزيج ما بين اللون البرجاندي كمان اللون الجراي، يعني قد ايه برضو تصميمهم حلو مع بعض. بالاضافه كمان لاخر لون وهو او اخر مجموعه وهي داماسك اللي بتحمل ما بين اللونين او بتمزج ما بين اللونين، اللون البيج برضو وايضا اللون البني. كل ديزاين ليه تصميم وليه شكل معين. مزبوط، هذا حالات بالاس نايت انه دائما متجددين ودائما بيشعروك انه انت عم بتجددي على طول بغرفه النوم. صح مزبوط، يعني احنا هنتكلم اول حاجه على الفلورنس سيت قد ايه جميله جدا، يعني انا حسيتها ان هي اللوك اللي ممكن يتحط في غرفه العروسه، ممكن يتحط مثلا في غرفه الضيوف، قد ايه مثلا عندك قرايبك او حماتك، يعني حماتك طبعا لازم تهتمي بمنظر الغرفه بتاعتها هيك منظر مشرق ابيض، ليش لا؟ كتير حلو على فكره الكومبينيشن، عندك التطريز، عندك الابيض مع البيج، الوان رائعه جدا، حتى كمان تطريز الجاكار. الجاكار كتير حلو، الجاكار هو بتعرفي من الديزاينات الكلاسيك، بس بالاس نايت دايما بحاولوا يدمجوا الكلاسيك مع العصري. صح، سو بتحسي انت تقومة الفرش اللي بتحطيها تاعت اغطية السرير بتلبق مع كل البيوت، بتلبق مع كل الديزاين اللي انت موجود عندك بالبيت. ده بالنسبة هنا للوسادة، احنا شايفين قد ايه الشكل بتاعها حلو، برضو الخامة المصنوعة منها مصنوعة من البوليستر. نعمة جدا. نعمة جدا، وزي ما انت شايفة انه حتى كمان ميزة البوليستر انه هو ما بيتشربش اي سوائل ابدا، يعني العرق ما بتحسي حالك عرقت، بتشرب العرق تبعك بتحسي انه على طول في برودة، سهل ان احنا نغسله كمان. مزبوط. سهل ان احنا اول ما نطلعه من الغسالة بيتفرد على طول، مش محتاجين ان احنا نكويه على العكس القطن، يعني ارتاحت ست البيت ما عندها كوي اكيد. وهنا كمان برضو الميزة التانية ان هم عاملين حجم للوسادة مختلف، قد ايه جميل هذا الاختلاف بحد ذاته، انه بتحسي حجم الوسادة مش مثل القشة اللي بنشوفها دايما، هيدي عنا اياها الشكل المربع، وحتى عندك الكسرات، طريقة الأكسسوارز عن جد رائعة. فعلا هي فعلا رائعة، حلوة كتير. وهنا كمان برضو عايزين نشوف هنا بالنسبة للتفاصيل التانية، لو بنتكلم برضو على الكوشنز، حاطين 2 كوشنز كل واحدة ديزاين بتاعهم مختلف، يعني شوفي هيدي معمولة كعقدة وبتحسيها عن جد انه كتير راقي شغلة، وعطاكي جمال كمان للغطا تبعك، وهون عطاكي هالتصميم هيدا، رجعنا حطوا نفس الاكسسوارز اللي حطوا لي اياها ورا حتى يعطوا رابال، يعملوا رابال، وبنفس الوقت انه بتحسيها كمان عاطيه اشراقه للبادينج تبعيتك.
هي فعلا حبيب. جميله. ولو بنتكلم برضو على الكمفورتر، شايفين انه جمع كل شيء كمفورتر زي كل الديزاين، الكسرات بتاعته نقدر نشرح اكثر عليه. يعني جمع الكسرات، حتى بتعرفي انه الكسرات كثير مهمه، حتى كمان القطن يكون دائما متماسك. جمع الاطار الحلو البيج الموجود عندك بالكوشن، جمع التطريز الحلو. بتعرفي البوردر لما يكون عندك بوردر بالسيتنج بالباد سيتنج كثير بيعطي رقي وبيعطي فخامه فعلا. عن جد كثير حلو. وسكيرتنج ما ننسى السكيرتنج. وهنا كمان هنا اخر حاجه بنتكلم عنها، وهي تنوره السرير اللي تكون موجوده مع المجموعه، اللي برضو بتضيف دايما بتعطي اناقه يا بتعطي اناقه كثير للبدنج. قد ايه الكمفورتر ناعم جدا ومبطن. ما تنسي على فكره رانيا اتس 400 ثريد كاونت، يعني قديش متينه القماشه، قد ايه بتحسيها ناعمه، بنفس الوقت بتحسيها كثير متينه وكثير ضيان. فعلا جميله جدا المجموعه اللي احنا بنتكلم عنها. تقدري كمان ان انت تجملي بيها غرفه نومك مهما كان لونها. مثلا بنشوف دلوقتي على الشاشه شكل قد ايه بيكون حلو، واو قد ايه بتكون جميله رايق. المجموعه اللي احنا بنقدمها كمان التفاصيل بتاعتها حلوه، اللون البيج سهل في ان انت تقدري تضيفي عليه الوان ثانيه. البيج هو نيوترال كلر، بيمشي مع كل شيء، بيلبق مع كل شيء. اذا لكل اللي حابين ان هم يحصلوا على اول مجموعه، وهي فلورنس من بالاس نايت، بنقدمها بسعر خيالي وهو 401 ريال سعودي. مجموعه مكونه من 8 قطع، ورقم المنتج هو 601009. مش بس كده، كمان بتتميز ان هي من بالاس نايت، الجوده عاليه بالاضافه كمان لسعر حلو، والتصاميم ما فيش احلى منها. بعد كده هننتقل على التصميم الثاني وهو اتينا. قد ايه يعني أنا في جمال أتينا. جدا في تصميم الكمفورتر اللي احنا بنبتدي بيه، نحكي على التفاصيل بتاعته. اتينا لابق مع تيبي اول شيء. جدا على فكره لابق مع تيبي. كثير حلو كمان. بنرجع بنقول انه بالاس نايت دائما عم تحرص انه تدمج بين العصري والكلاسيكي. عندك الكسرات حلوه كثير، عندك الفريم تبع الحاطينه هذا البوردو بتحسيه انه مكحل القطعه، ما بتحسي روتين قطعه روتينيه بس هيك انه باس ما بتشوفيها، لا قطعه بتلفت لك نظرك، وبنفس الوقت بتحسي انه في تجديد عندك بغرفه النوم. هنا فعلا جميل، حتى لو برضو بنشوف الكمفورتر من تحت بنكشف عنه، وبنشوف كمان تنوره السرير قد ايه هي برضو بتكون حلوه. اللون البني يعني مزيج الالوان، مزيج الالوان بين البوردو وبين البني وبين البيج، يعني مزيج بفتكر خلطه حلوه. وهذا الشيء دائما بنحسه انه دائما عندنا بدنا نجدد بغرفه النوم، سو كل ما يكون عندنا شويه الوان زياده بتعطيكي خيال اكثر بالبرادي وبالسجاد وبالكمان بالبادنج تبعك. انا هسيبك تشرحي برضو على الكاشنز وعلى تصميم الجاكار قد ايه حلو، التفاصيل نفسها والديزاين. طب شوفي بشرفك، شوفي يعني كم ديزاين حاطين بقلب الشمس، حاطين لك اللي عندك الجاكار، حاطين لك البيج، حاطين لك البريم اللي هو البوردو، وعاطينك كثير اناقه، خاصه هالبوردو. شوفي شو حلو هالبوردو، شو حلو بيعطي كمان. على فكره البوردو كثير بيلبق هلا بايامنا نحن الشتاء، يعني لون كثير دافي. حتى كمان عاملين مزيج الالوان ما بين التطريز اللي احنا شفناه او النقشات اللي احنا شفناها. بس انا عجبني هيدا رانيا البريم اللي هون حاطينه، هذا الديزاين التطريز كمان عطاها ميزه كثير حلوه للكوشن. هنا كمان شايفين انه برضو الكاشنز قد ايه حلوه، يعني انه يكون في عندك ورده جميله، كمان تطريز تاني للكاشن الصغيره. عجبني الميكس ما بين الاثنين، الميكس كتير حلو. بنرجع نقول الميكس بين الكلاسيكي، يعني عندك تنقول الستايل شوي كلاسيكي للستايل اللي هو شوي مودرن اللي هو بالرسمات اللي هي كتير سيمتري وهالقصص. يعني فعلا هتجمل شكل غرفة النوم، سواء غرفة الضيوف أو الغرفة بتاعتك، بسعر 401 ريال سعودي تقدري تشتري 8 قطع بمنتهى السهولة. مفيش أحلى من كده سعر نقدر نحن نقدمه من جودة عالية بالاس نايت. شايفين كل التفاصيل بتاعتها قد إيه جميلة، جودة فعلا عالية، تصميم يدوي حلو، بالإضافة إن هي مصنوعة من البوليستر اللي ما بيتشربش أي سوائل، بنقدر نحن نغسله بمنتهى السهولة. أول ما بتغسليه بتحطيه على طول على السرير بتاعك من غير حتى كمان ما أنت تضطري انك تكوي. بنقدمه النهارده ضمن فرصه الاسبوع 7 داي ديل، عليه تخفيض 20%، بالاضافه انه رقم المنتج هو 601009، واكيد هتحصلوا على ميزات مهمه جدا مع مجموعه بالاس نايت. طبعا حابين ان احنا نقدم لكم الثمان قطع اللي احنا بنقدمها، هنقدم السيت الثالثه وهي الدماسك. شايفين انه طبعا التصاميم بتاعتها قد ايه بتكون جميله، هنشوف دلوقتي الصور على الشاشه من دماسك، وتقدري برده سماح أكيد تشرحي لي على تفاصيل. واو يعني قد ايه لون الكاكاو فظيع، الكاكاو مع البيج، كمان الدمج التطريز تنقول مع البوردر، الوان كثير حلوه.
بتمشي مع كل الغرف ما حكينا. بعدين عندك هالكاكاو اللي عطيه شوي رفلي جولد، يعني كمان عطيك الرفلي الكلاسيك شوي وعن جد رائع. يعني انا بفتكر انه بيعطي كثير كمان جماله بالغرفه والبني والكوشن والديزاين. الله، بس الكوشن، شوف الكوشن هذه هالمره عليها بير مثلا، الكوشن قبل مثلا عندها ورده، الثانيه كان عليها مثل الكريستال. سو عندك تميز وعندك تغيير كثير بالانواع الكوشن، واللي بخليه كمان البالاس نايت دائما متميز. واو. يعني شوفي شو حلوين هدول، يعني بتحسي كانه عن جد مشغول بدقه، مشغول بنوعيه باشياء ونوعيه فاخره جدا. يعني فعلا جميله، شفتي يعني بتبين كانه قطعه من الكريستال، بس هي بالضبط نوع من الخيطان عاملينها على شكل كريستال، يعني عن جد رائعه. يعني فعلا مجموعه مميزه جدا، مجموعه بالاس نايت اللي احنا قدمها تصميم دمشق قد ايه رقيق جدا، وفعلا في نعومه كمان في التصميم ودقه في التصميم من بالاس نايت. مزبوط. بفكركم مره ثانيه ان هي مصنوعه من البوليستر اللي سهل جدا في ان احنا نغسله، مش بيتشرب اي سوائل، سهل التنظيف، وكمان اول ما بناخده من الغساله نقدر نحط نفرشه على الباد بتاعنا او السرير، بالتالي ما بيكونش فيه كسرات على طول، مش بنحتاج ان احنا نكوي زي القطن. صح. وبعدين عندك الماتيريال كثير متينه، وشوفي مثلا هيدا الكوشن مع ثلاث ازرار شو ناعمه، شو لذيذه ليكي، شو حلوه هي. فعلا ناعمه جدا، فعلا ناعمه جدا. يعني احنا بنتكلم على جوده عاليه جدا من بالاس نايت، اكيد والتاريخ يعني بتعرفي بالاس نايت عندهم تاريخ طويل بهالاشياء بالبادينج. سو اي ثينك يعني صاروا بروفيشنال مره عن مره، بتلاقي انه شيء كثير حلو عم بيصير. وبنشوف كمان انه بصي الله على اللون الغامق بيكون حلو ازاي. انت بتحب الغامق؟ ايوه انا بحب الغامق. انت بتحبي الفاتح؟ انا بحب الفاتح، بس كل الالوان حلوه ومميزه. بعدين بتلبق كل الاجواء، يعني انت ما عندك مشكله ابدا مثل ما حكينا بغرفه النومي، بتلبق مع الاجواء اللي عندك وانيقه جدا. هي فعلا انيقه جدا. في احلى ما تكون عندك هيك بادنج انيق بغرفتك؟ لا طبعا اكيد، سواء غرفه النوم اكيد بتحبي او غرفه الضيوف او اي حدا حابه انت مثلا تنقل تاهلي فيه، حلو كمان عندك بادنج مرتب له. فعلا مجموعه مميزه جدا لكل سيده حابه ان هي تحصل على اناقه وجوده في نفس الوقت وسعر تنافسي. بنقدم لكم النهارده ثلاث تصميمات رائعه من بالاس نايت فقط بسعر 400 ريال سعودي، يعني اكيد يعني حابه ان انت تستغلي الفرصه دلوقتي حالا وتحصلي على مجموعه بالاس نايت اللي احنا بنقدمها. وبنشوف مع بعض التصاميم المختلفه. اول حاجه تصميم فلورنس باللون البيج مع اللون الذهبي الجميل، تصميم الجاكارد الحلو المعمول يدوي، بالاضافه كمان للتصميم الثاني اللي هو بيمزج ما بين اللون الرمادي وايضا اللون البرغاندي، تصميم اتينا. كمان شايفين قد ايه ان هو فعلا حلو جدا بكل مثلا الورود الحلوه باللون الاحمر او باللون البرغاندي. إيه. كمان التصميم الثالث هو تصميم دمشق اللي شايفين ان هو ما بين اللون الكاكاو البني الغامق مع كمان اللون الجراي، وبرده تصميم الجاكارد قد ايه حلو. 8 قطع بتحصلوا عليهم النهارده ضمن فرصه الاسبوع 7 داي ديل، يعني بتحصلوا على تخفيض هايل، بتحصلوا على 8 قطع بسعر 400 ريال سعودي. للي حابين ان هم يحصلوا على اي من مجموعه بالاس نايت، رقم المنتج هو 609-601-009، واتصلوا بينا على الارقام الظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. بشكرك جدا سماح. ميرسي لك رانيا، انا كثير حبيتهم. انت اكثر لون حبيتيه اي واحد؟ انا اكثر شيء حبيت هيديك اللون الثاني اللي هو اللون الفلورنس. انا لون البرغاندي طبعا بحبه، والفلورنس قد ايه لون جدا جميل. على فكره كلهم حلوين، الوانهم حلوين، بس كمان انه كل واحد بيكون عنده شويه ذوق مختلف شوي. احنا قدمنا مجموعه مميزه من بالاس نايت، وهنروح دلوقتي ونشوف ايه المنتج اللي كل سيده هتنبهر بيه جدا وهتحب ان هي تستخدمه كل يوم. وانت كمان خليكي معانا علشان هنعرف انه مهم ليا ومهم لكل السيدات.